بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض، وأتينا على باب ميراث أهل الملل. قال في أوله: لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المصنف رحمه الله في هذا الباب والذي بعده ذكر موانع الإرث وأحكامها. والموانع جمع مانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط. هذا هو المانع. وموانع الإرث معناها التي إذا وجدت لم يوجد الإرث، وإذا عدمت لم يلزم عدمه ولا وجوده. وموانع الإرث ثلاثة. المانع الأول على ما ذكره المؤلف هنا هو الكفر، والمانع الثاني الرق على ما يأتي إن شاء الله، والمانع الثالث القتل. ولهذا يقول الناظم، ناظم الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فالمؤلف ذكر المانع الأخير في النظم، وهو اختلاف الدين، وهو ميراث أهل الملل. والملل جمع ملة، وهي الدين. فإذا اختلف الدين بين القريب وقريبه فإنه لا توارث بينهما، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما نصرانيا والآخر يكون يهوديا، أو يكون أحدهما كتابيا والآخر وثنيا. فلا توارث بين أهل ملتين لعدم التناصر بينهما، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لاختلاف الدين. لكن هناك رواية في المذهب أنه يرث المسلم الكافر والكافر المسلم بالولاء، والولاء سبب من أسباب الإرث. الولاء سبب من أسباب الإرث كما قال الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق،
فيرث المعتق العتيق إذا لم يكن له ورثة من أقاربه، وذلك بسبب الولاء وهو العتق. قال صلى الله عليه وسلم: من اعتق مملوكا فله ولاؤه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن اعتق. فإذا كان بين المسلم والكافر ولاء بأن كان المسلم معتقا للكافر ثم مات الكافر وليس له وارث، الكافر العتيق وليس له وارث من أقاربه، فإن المسلم يرثه بالولاء، لهذا الحديث: إنما الولاء لمن أعتق. هذا حديث عام يثبت الولاء بين العتيق والمعتق ولو كان العتيق كافرا. ولكن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حاسم في الموضوع وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذا حاسم وقاطع في أن المسلم لا يرث الكافر بحال من الأحوال، لا بالولاء ولا بغيره، وكذلك العكس، وهذا هو الصحيح. نعم. في حال الإرث بالولاء بين المسلمين مثلا، يكون سبب الولاء مؤخرا عن الأسباب الأخرى من الفروض والتعصيب؟ لا بد، ما يأتي الولاء إلا بعد انقراض الأسباب الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن. نعم، لا أثر الاختلاف الدين بين الكفار، ما دامت ملتهم واحدة فهم يتوارثون ولو اختلفت ديارهم. فيرث الذمي، يرث النصراني أو اليهودي الذمي يرث الحربية من اليهود والنصارى، لأن اختلاف الدين لا يمنع من الإرث ما دامت اتحدت الملة. نعم. وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها. أهل الذمة، والمراد بأهل الذمة الذين يدفعون الجزية للمسلمين، الذين يدخلون تحت حماية المسلمين ويدفعون الجزية للمسلمين، هؤلاء هم أهل الذمة، لأن لهم ذمة المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فسموا أهل الذمة. فيتوارثون إذا اتحدت أديانهم، فيرث الذمي اليهودي الذمي اليهودي، ويرث الذمي النصراني الذمي النصراني، ولا عكس، لا يرث الذمي اليهودي الذمي النصراني، والعكس كذلك، لاختلاف الدين بينهم، لعدم المناصرة فيما بينهم. نعم. قال: وهم ملل شتى. الكفار ملل شتى، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة، وسائر الوثنيين ملل، ملة واحدة، الوثنيون ملة واحدة، وهذا على قول إن الأديان ملل ثلاثة: الدين الإسلامي أو الدين الكتابي أو الدين الوثنيين. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه هنا أن الكفر ملل شتى ولا ينحصر في هذه الثلاث، من يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنية إلى آخره، ولا توارث بين أهل ملتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء. المرتد هو الذي كان مسلما ثم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فارتد عن الإسلام، كما لو أشرك بالله، دعا غير الله، أو استعمل السحر، تعلم السحر أو علمه أو استعمله، أو ادعى علم الغيب، أو صدق من يدعي علم الغيب، غير ذلك من أنواع الردة، فهذا ينسلخ من الدين
ويصبح لا دين له، يصبح ليس له دين من الأديان، هذا هو المرتد. هذا لا يرث أحدا من أهل الملل، لا من المسلمين ولا من غيرهم، لأنه ليس له دين. نعم. وإن مات على ردته والمرتد لا يرث أحدا، لا يرث أحدا من أقاربه، لا المسلمين ولا الكفار، لأنه ليس له دين ولا يملك. إذا ارتد فإنه يخرج ملكه عن يده، لا يملك، وما دام أنه لا يملك فإنه لا يرث، لأن الإرث نوع من التملك. نعم. وإن مات على ردته فماله فيء. إن مات على ردته فالمذهب أن ماله فيء، يعني حكمه حكم الفيء، يؤخذ لبيت مال المسلمين لمصالح المسلمين العامة، ولا يرثه أقاربه، لأنه ليس على دينهم، ليس له دين، فيصبح ماله لا مالك له، فيكون لبيت المال لمصالح المسلمين. والقول الثاني وهو الصحيح الراجح أن ماله لورثته من المسلمين، أن مال المرتد إذا مات يكون لورثته من المسلمين. نعم. لكن السؤال يا شيخ، الحكم بالردة يعني من يقطع بها، هل لابد أن يحكم عليه علنا في قضاء شرعي، أو لو عرف أحد من أقاربه أنه مرتد حكم عليه بذلك كالاستهزاء بالدين أو ترك الصلاة أو غير ذلك، يقيم عليه هذا الحكم ويركب عليه الحكم بالردة التي يترتب عليها الحد والقتل؟ لا بد أن تكون عند الحاكم، لا بد أن تثبت الردة عند الحاكم. ومن عرف من أقاربه أنه مرتد لم يحل له أن يأخذ ميراثه، لأنه مرتد لا دين له، من عرف هذا في خاصة نفسه لا يحل له أخذ هذا الميراث، لأنه هذا على القول بأنه ينقطع ملكه، لا يحل له أن يأخذ هذا المال، لأنه يعلم أنه حرام حتى ولو لم يحكم بردته حاكم. نعم. لكن على القول الصحيح كما ذكرنا أن المرتد يرثه أقاربه المسلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. المجوس طائفة من البشر يعبدون النار، يعبدون النار ويبنون لها البيوت ويوقدونها ويعبدونها من دون الله، هؤلاء هم المجوس. قيل إن لهم كتاب ثم رفع، فلذلك تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى أهل الكتاب، لأن لهم شبهة كتاب فتؤخذ منهم الجزية، هؤلاء هم المجوس. ومن مذهبهم الخبيث أنه يتزوج من محارمه، أن له أن يتزوج من محارمه، كأن يتزوج بنته أو أخته، هذا جائز عندهم. فلو تزوج رجل منهم بابنته وأتت منه بولد، أتت منه بولد من بنته، ومات هذا الولد، مات هذا الولد، فإن أمه تكون لها قرابتان بالنسبة له، قرابة أنها هي أمه، وقرابة أنها أخته، فهي أم وأخت، فترث بالقرابتين، ترث بقرابة الأم الثلث، وترث بقرابة الأخت النصف. هذا معنى قوله ويرث المجوس بقرابتين. إذا نعم. إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. إن أسلموا حكمنا بذلك ورثناهم بالقرابتين، وإن لم يسلموا لكن ترافعوا إلينا فإننا نحكم بالإرث بالقرابتين، قرابة أمومة وقرابة أخوة نسبية. نعم. قال: وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. نعم. المسلم إذا وطئ
امرأة من محارمه بشبهة، إما في ظلام ظنها زوجته، أو تسرى بأمة يظن أنها أمته وتبين أنها غير أمته، ثم أتت منه بولد، فإنه يرث بالقرابتين لثبوت النسب بذلك، وإن كان العقد غير صحيح، وإن كان الوطء غير صحيح، لكن النسب يثبت بذلك. نعم، لأن هذا ليس زنا. نعم، الزنا لا يثبت به نسب إلا للأم فقط، وأما الزاني فلا يثبت له نسب لأنه سفاح، لكن هذا وطء شبهة ليس بزنا فيثبت به النسب. لو وطئ بنته، لو وطئ مسلم بنته يظن أنها زوجته فولدت منه ولدا ثم مات هذا الولد، فإن أمه ترثه بقرابتين، قرابة أنها أمه وقرابة أنها أخته. نعم. قال: ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم. ولا نعم. أما النكاح فلا إرث به إذا تزوج بذات رحم محرم عليه، لأن هذا عقد باطل لا يترتب عليه أحكامه ولا يثبت به نسب. نعم، لأن الوطء به وطء بزنا، والزنا لا يثبت به نسب. نعم. ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. نعم، ولا يرث بعقد لا يقر عليه لو أسلم، من عقود الكفار، لأننا نحكم عليهم بشريعتنا، والله جل وعلا يقول: وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. مثل العقد الذي لا يقر عليه، مثل نعم العقد الذي لا يقر عليه، لو تزوج قريبته، لو تزوج ذات رحم منه، أو تزوج امرأة في عدتها، تزوج امرأة أجنبية لكن تزوجها في عدتها، أو تزوج مطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، أو تزوج امرأة وهو محرم، هذا عندنا عقد باطل، هذا عندنا عقد باطل لا نحكم بأثره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ميراث المطلقة. نعم، من أسباب الإرث كما سبق عقد النكاح الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، فيتوارث به الزوجان من الجانبين، فالزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها بموجب العقد، هذا ما دام العقد باقيا، فالميراث يكون باقيا إذا مات أحدهما ورثه الآخر. أما إذا انفصل هذا العقد بالطلاق، نظرنا، فإن كان الطلاق رجعيا فإن الإرث باق إلى أن تخرج من العدة، فلو مات زوجها وهي في العدة فإنها ترث منه لأنها زوجة، ما زالت زوجة، ولو ماتت هي في العدة ورثها زوجها المطلق طلاقا رجعيا لأنها ما زالت في العدة، فإذا خرجت من العدة انتهى النكاح وانتهى الإرث. نعم، هذا في حكم الرجعية، المطلقة الرجعية، لأنها زوجة ما دامت في العدة. أما المطلقة الباين وهي التي لا رجعة له عليها، سواء كانت البينونة بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فهذا فيه تفصيل. إن كان طلقها في حال الصحة فإنها لا ترث لأنها ليست زوجة له، لو طلقها في حال الصحة ثم ماتت أو مات هو فإنه لا توارث بينهما لانتهاء عقد الزوجية بالطلاق الباين. أما إذا كان طلقها طلاقا بائنا متهما بقصد حرمانها،
كما لو طلقها في مرض موته المخوف، طلقها في مرض موته المخوف، فإنه في هذه الحالة لا ينتفي الميراث معاملة له بنقيض قصده. فلو مات في مرضه هذا فإنها ترث منه، ولو ماتت هي في عدتها لم يرث منها هو، معاملة له بفعله، معاملة له بفعله وطلاقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به. إذا أبانها في حال الصحة، أي طلقها طلاقا بائنا لا رجعة له عليها، سواء كانت بينونة كبرى أو كانت بينونة صغرى في حال الصحة أو في حال مرض غير مخوف، هذا حكم الصحة، فإنه لا توارث بينهما لانتهاء عقد الزوجية الذي هو سبب من أسباب الإرث. نعم. أو المخوف ولم يمت به، أو طلقها في مرض موته المخوف ولم يمت به وإنما مات بعد ذلك، فإنه أيضا لا توارث لانتفاء المحذور. إذن البائن لا ترث في ثلاث حالات: إذا طلقها في حال الصحة، ثانيا إذا طلقها في المرض غير المخوف، نعم، ثالثا إذا طلقها في المرض المخوف ولم يمت به، فإنه في هذه الأحوال لا توارث بينهما لانفصام عقد الزوجية من غير اتهام له. نعم. قال: لم يتوارثا. نعم. بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته، بل يبقى التوارث بين الزوجين في عدة طلاق رجعي، لأن الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال في عصمة الزوج حتى تنتهي عدتها العدة، قوله تعالى: وبعولتهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك، يعني في العدة. أما دامت المطلقة الرجعية في العدة فإذا مات أحد الزوجين ورثه الآخر، لأن الزوجية ما زالت باقية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه، لم يرثها. أما المطلقة البائن إذا طلقها في مرض موته المخوف، الموت المخوف، المرض المخوف مثل السرطان، مثل الأمراض القاتلة، فهذا متهم بقصد حرمانها، فإنها ترث في هذه الحالة معاملة له بنقيض قصده. نعم. أو علق إبانتها في صحته على مرضه، علق إبانتها، قال: إن مرضت فأنت طالق، فهذا يدل على اتهامه. لماذا يعلق على المرض؟ فهذا دليل على اتهامه بقصد حرمانها. نعم. أو على فعل له ففعله في مرضه، أو علق الطلاق البائن على فعل له فأخر فعله حتى مرض، ووجد الفعل المعلق عليه، فإنه في هذه الحالة مثل ما لو طلقها في المرض، لأنه متهم في كونها أخر المعلق عليه حتى مرض ثم فعله فوقع الطلاق، فإنه لا يمنع أن ترث منه معاملة له بنقيض قصده. نعم. وترثه في العدة. نعم. في هذه الأحوال الثلاث: إذا طلقها في مرض موته المخوف، أو علق طلاقها على مرضه، أو علق طلاقها على شيء وفعله في مرضه المخوف، في هذه الأحوال فإنها ترث ما دامت في العدة. نعم. وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد، وبعد خروجها من العدة أيضا فإنه لا ينقطع الإرث
لمعاملة له بنقيض قصده، إلا إذا تزوجت زوجا آخر فإنها حينئذ ينتهي ميراثها منه، لأنها خرجت من نكاح الأول إلى نكاح آخر جديد، فصارت زوجة لزوج آخر، ولا يمكن أن ترث من زوجين، الزوج الأول والزوج الثاني، أو ارتدت والعياذ بالله عن دين الإسلام. فالمرتد سبق لنا أنه لا يرث ولا يورث، سبق لنا هذا أنه لا يرث من قريبه ولا يورث على المذهب، لأن الردة تمنع من الميراث. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.